بمعدل 30 حالة يوميا يتعرض الرجال إلى ما يعرف قانونا بالخلع من طرف أزواجهن. الظاهرة المغفلة الأسباب لم تعد فقط حبيسة جدران البيوت الجزائرية، بل المحاكم خصصت لها أقسام خاصة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة. ما يقولش تزيار، ما يقولش الراجل راجل، يقول كرتون، كل يقول الراجل. نحن نقولوا الراجل الفارس على الفرس على فرسها، بصح هذو ما لقوهم ما كان فيهم والو. المرأة ما تقدرش تعيش مع الزوج تاعها في عفسات انتيم بيناتهم، ماشي محقوره. لا لا، دوكا نوضي طيبي قهوه ما نطيبش، ايا غدوه ان شاء الله نخلعك. دوكا عادوا ماشي قد المسؤوليه هاد لا جينيراسيون. راهم اسباب تافهه وراها كما قال واحد حاله مجربه، احنا عندنا اسباب تافهه. خلافا لتعدد الاسباب الكثيره والجمه في هذا الصدد، محامو الضحايا والمتهمين على حد سواء يؤكدون ان جل الحالات تشوبها الخروقات والتعسفات في حق الرجال. أصبحت المحاكم لا تقتصر على قسم واحد من شؤون الأسرة، نلقاو فرع قسم ثاني ثالث عدة أقسام. هناك من يمهلها من تكون العادلة، وهناك من منها من تكون تعسفية، بدليل أنه القاضي لما يجي يفصل في قضية على الخلع يتحقق من الأسباب. الأسباب هذه اللي ربما هي المرأة الجزائرية أصبحت تستسهلها من أجل اللجوء إلى الخلع، من أجل فكرة رابطة زوجية. 22 ألف حالة خلع سجلتها المصالح المعنية، رقم يضع الأسر الجزائرية تحت المجهر، سيما وأن النساء بدورهن لم ينفين حماقات بعضهن.